وبهذه المناسبة احتفلت كنيسة مار شربل والسفارة اللبنانية في عمان بالذكرى 78 لاستقلال الجمهورية اللبنانية. وبهذه المناسبة ترأس الوكيل البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن جوزيف سويد الاحتفال بالذبيحة الإلهية بحضور عدد من الآباء الكهنة وشخصيات دينية ورسمية وحشد من أبناء الجالية اللبنانية في المملكة. وفي عظة القداس قدم كاهن الرعية الأب جوزيف سويد الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني على احتضانهم لأشقائهم اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها في بلدهم المتألم. كما خص بالشكر أيضا فضائية نورسات على رسالتها المسكونية بتغطية نشاطات الكنيسة المارونية في عمان، داعيا الله أن يحفظ الأردن بلد السلام والتسامح والمحبة ويديم عليه نعمة الأمن والأمان. أنا وأنتم عيننا على مطرح بهالشرق، يمكن بعض الناس بيسموه لبنان التاعس اللي عايش حالة بؤس ومأساة كبيرة. أنا بقول نعم، يمكن لبناننا اللي عم نحتفله الليلة بليلة عيد الاستقلال عايش مثل الناصرة، مثل الناصرة بذات الفكرة، ومن الناصرة بده يطلع بعد شيء، بعد ممكن يفرخ شيء بهالبلد. بقلكن نعم، لأنه لبنان هو لبنان، لأنه كتار فاتوا على لبنان وظهروا من لبنان، احتلوا لبنان وتركوا لبنان، ولبنان بقي لبنان. غريبة منظومة لبنان أخوتي، وبتعرفوا كتير منيح. علمونا من نحن وصغار لازم نترك الورا، ما نتطلع بالورا، الورا في مأساة. يمكن مرته للوط اتطلعت لورا وصارت لوح ملح. إخوتي الدنيا بتعيش نعمة وثقافة التقدم، الرقي، الحضارة، وما بترجع لورا. الأيام ما بترجع، الزمن ما بيرجع لورا، صار لازم نرجع إخوتي. وبقلكن مش غلط نرجع، صار ضروري نرجع. الورا مش مرات كتيرة بلا طعمة، لا، وقت اللي منترك العنجهية ومنرجع لذاتنا مش غلط، وقت اللي منترك الفلتان ومنرجع للقيم اللي ورتونا إياها بياتنا والجدود واللي سبقونا مش غلط، وقت اللي منترك دروب الغربة ومنرجع للوطن مش غلط، لما منترك النكد والدبشنة ومنرجع للطيبة مش غلط، لما منترك الكفر ومنرجع للإيمان، منترك كل المطارح اللي ما فيها ريحة الحنان وريحة عمان والأصالة والشهامة ولبنان البطولة وكمان لبنان القداسي مش غلط،